النوع الأول من العلاقات أسميه العلاقات الواسعة، علاقات مع أعداد كبيرة من الناس. لا تترددوا في توسيع العلاقات في أي مجال، ستتفاجأوا كم هذه العلاقات مفيدة حتى في المجالات التي تحسبوا أنها بعيدة عن تخصصكم أو لا علاقة لكم بها. العلاقات قوة، واتركوا عنكم الثقافة السلبية التي ترى أن العلاقة مع الناس داء والعزلة عنهم دواء. لما يرفع بعض الناس الشعار البعد عن الناس غنيمة، هذه بعض الأمثال الشعبية اللي منتشرة، ارفعوا أنتم شعار معرفة الناس كنز. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح المسألة، فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، يرويه الترمذي وابن ماجه وغيرهم. إذن العزلة عن الناس هذه ثقافة الزاهدين في الحياة، هذا قرارهم، لكنها ليست ثقافة النجوم، النجم الجماهيري الذي عنده رسالة في الحياة، يريد العلاقة مع الناس لأنه سيؤثر ويستفيد من هذه العلاقات من أجل التأثير، من أجل رسالته. طبعا النجومية نفسها ستساعدكم في تنمية العلاقات، الناس تسعى لمعرفتكم، فاستغلوا هذا استغلال الحسن وليس الاستغلال السيء، فنموا علاقاتكم. العلاقات هذه ستساعدكم في تنمية نجوميتكم، وبالتالي نحن لا نهدف للنجومية لأجل النجومية، نهدف للنجومية لترك أثر حسن، والعلاقات الحسن ستساعد نجوميتنا لنساعد الناس بأن نصنع منهم إن شاء الله أمة حضارية.